إذا السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى أن الجميع يكون بخير وعلى خير. معكم عبدو. إذا في هذا الفيديو هذا غادي نتعرفوا على أحد أكبر وأكثر النيتشات مبيعا بالنسبة للبراند أون دوماند. النيتش اللي غادي نهضروا عليه اليوم اللي هو الفالنتاين، كترتفع فيه نسبة المبيعات بشكل اللي هو كبير. ومادام أننا يعني في الكيوان، يعني في الربع الأول من السنة، وكنعرفوا أن الربع الأول من السنة يعني النيتش ديال الفالنتاين، وكاينين نيتشات اخرين نقدروا نديروا عليهم فيديوهات في لاحق الايام. يعني النيتش ديال الفالنتين يعني كيستاثر بالحصه ديال 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 الاسد بالنسبه للخدمه في البراند اون دومان. اذا ولكن المشكل اللي كيلقاو الاغلبيه هو يعني منين نجيبوا افكار بالنسبه للفالنتين. فلا جينا مثلا فريد بابل، انا نديروا مثلا فالنتينز داي، ما كتشوفوا راه ترند. إذا كما كنشوفوا يعني كاينه النسبه ديال يعني كاينه المنافسه اللي هي كثيره بزاف، والريزالت اللي هو كبير. اذا باش نتفاداو حنا المنافسه وباش نفوتوا هذه المنافسه هذه ونلقاو لي ترند اللي عاد بادين، لا نلقاو دي كيورد اللي منافسه فيهم قليله، من طبيعه الحال انه يكون عليهم طلب. فغادي نجيو هنا الموستر ريليفنت، غادي نجيو هنا نيو ايس، اذا غادي نبداو نشوفوا ديك الساعه. اذا نشوفوا مثلا هذه، لكن ما كنشوفوا هنا هذا راه نفس الكيورد تقريبا. هي نفس الكيورد، هذه 100% تقدر تكون ترند. اذا كنشوفوا نفس الكيورد، اذا نشوفوا نديرو الكوبي التايتل، نجيو هنا هي والله الا ترند نسائيه. اذا نشوفوا شحال، اذا كاينه يلا عندنا 59، ماشي شي حاجه اللي كثيره، ماشي شي حاجه اللي ماشي 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 شي حاجه اللي كثيره. ما كايناش كاع منافسه هنا، يعني ممكن تحط لي ديزاين ديالك هنا راه تبان انت في الصفحه الاولانيه. اذا نشوفوا شي حاجه اخرى، راه هو كما كنشوفوا يعني كيتعاود بزاف. اذا نشوفوا هذه، نشوفوا إذا يلا عندنا 408، 408 ماشي شي حاجة كثيرة متوسطة. إذا هادي نديرو لان هنا كانت تقريبا 1200 بزاف. طبيعة الحال نقلبو يعني بشوية بشوية. اذا نشوفوا ثاني هذه، اذا نديرو كوبي إذن هنا يلا عندنا 284. كانت هذه يعني الطريقة الأولى. الطريقة الثانية غادي نجيو لهنايا الكيورد تول، غادي نجيو هنا نديرو مثلا شيرت، غادي نديرو واحد الإسباس، وغادي نديرو يعني باللغة الدارجة علامة ديال في، وغادي نديرو إسباس، وغادي نديرو مثلا نديرو مثلا ماي لوف عفوا
اذا كنديرو هكا، يعني كنديرو البدايه ديال الجمله وكنخليو التولز هي دير لنا جينيريت، يعني هي تخدم هي تجيب لنا افكار. اذا نشوفو من هنايا شي حاجه، اذا نشوفو مثلا هذه طبيعه الحال الاخوان انكم تشيكيو التريد مارك والكوبي رايت. اذا هنا يلا عندنا 89، اذا نشوفوا هذه، اذا هنا يلا عندنا 461. اذا بحال هاد الكيبورد هادي مربما هادي غادي تكون عليها منافسة اللي كبيرة، شي حاجة اللي كتكون باينة كتكون باينة. اذا كما كتشوفو هنا راه كاينة 2200، نشوف مثلا هادي، اذا تقريبا هنا يلا عندنا 6. المهم الاخوان هذه كانت الطريقه الثانيه، كنجيو للكيو تول، كنجيو هنا الامازون وكنطابيو شيرت، ديروا هنا مثلا ماي لوف، ولا نديروا مثلا ماي مثلا ماي فالنتاين، ولا يعني على حسب طبيعه الحال طريقه الخدمه ديال 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 كل واحد. اذا نشوفوا هذه راه تراند، ولكن راه يمكن تساتيورات. ما عطاتش لا ماي كلاس، كما قلت لكم كانت تقريبا 1200 شوية. اذا نديرو مثلا is valentine، يعني هكا الطريقة الاخوان ديال البحث، يعني كتبقى تلعب بلي كيورد. اذا هنا يلا عندنا 329، طريقة سهلة الإخوان كيف ما كتشوفوا، بزاف ديال الأفكار، مئات ديال الأفكار بالآلاف ديال الأفكار يعني ممكن أنكم تلقاوهم. بالنسبة للطريقة الثالثة، إذا الإخوان بالنسبة للطريقة الثالثة غادي نجيو للسيو ستاك كيورد تول، غادي نجيو هنا تقريبا نفس الطريقة مع بعض التغييرات يعني البسيطة. غادي نديرو شورت، غنجيو هنا غادي نديرو مثلا هيرتز، من طبيعة الحال اننا نخليو هنا امازون ونخليو بانتيرست، ما نديروش هاد جوجل ولا ياهو ولا يعني يوتيوب بينك اي باي. اذا نشوفو مثلا هادي، إذا كما كتشوفوا هنا يلا كاينه 684. إذا هذه راه يمكن مساتوريا، نشوفها نضربوا عليها طليلة. 432، هنا يلا كاينه 432. إذا الإخوان ثلاثة الطرق، وكما كتشوفوا الطرق ديال البحث راه سهلة. الحاجة الوحيدة وهي انك تكون
تعرف تلعب بلي كيورد، ومن طبيعة الحال تبغي شوية ديال الذكاء، شوية ديال الإنسان يخدم عقله، وهكا يعني الإنسان كيطور حتى من كيطور حتى من الخدمة ديالك ومن الطرق ديال البحث. لأن الأهم في هذا الشيء كاع كامل، أهم حاجة هي طريقة البحث والكيورد اللي كتلقى والنيتش اللي كتلقى. هذا هو الجزء، هذا جزء مهم من الخدمة اللي نقدروا نقولوا كتدي 60% حتى 70% ديال الخدمة. إذا نتمنى أن الشرح يكون بسيط، نتمنى أنكم تكونوا يعني استوعبتوا الفكرة. اللي ما فهمش حاجة يخليها في التعليق، ونتلقى إن شاء الله فيديو جديد. تبارك الله عليكم.